السلام عليكم، معكم خالد احمد اسكيب برودكشنز، والنهارده بقدم لكم حلقه جديده من اي جي ان. واول خبر هنتكلم عنه في الحلقه دي هو بخصوص المستقبل بتاع سلسله زي ذا ويتشر، وهل سي دي بروجكت ممكن يرجعوا للعبه تاني ولا لا. مدير استوديو سي دي بروجكت اللي هو ادم كازينسكي في الفتره اللي فاتت كان في مقابله معاه، ومن خلال المقابله دي قال ان هم بيفكروا في الوقت الحالي في اللي ممكن يكون جاي من بعد لعبه زي سايبر بانك 2077، وهو لعبتين، ومن اللعبتين دول هو استمرارية للسلسلة بتاعت ذا ويتشر بس بشكل ممكن يكون عكس اللي الناس متوقعة. اللعبة زي ما هو قال مش هيكون اسمها ذا ويتشر 4، ومن المحتمل اصلا ما يكونش في اسمها ويتشر. ويتشر ده كان الوصف بتاع شخصية زي جارلت، والشخصية دي خلاص القصة بتاعتها انتهت، فاستمراريتهم لحاجة زي كده هتكون من خلال قصص جديدة في العالم اللي حصلت فيه اللعبة. ولو حد كان بص مثلا على ملخصات للكتب اللي اتبنت عليها اللعبة هيلاحظ ان في عالم ضخم جدا اتبنى في الكتب دي. اللعبة مقربتش من ناحية حاجات معينة او لمحت لحاجات بسيطة كانت موجودة فيه من ناحية ممالك او شخصيات. وعلى سبيل المثال في حاجة انا اتمنى لو السلسلة تستمر انها تحاول توريها لنا، وهي مملكة اسمها زيركانيا تقريبا. دي مملكة ليها طبع شرق اوساطي شوية وقريبة مثلا من القصص بتاعت علاء الدين والجو ده، فانا اتمنى لو السلسلة تستمر انها تحاول انها تورينا حاجة زي كده بس يخلصوا سايبر بانك الاول. وفي الاسبوع اللي فات من بعد لما انا سجلت الحلقه اللي فاتت وابتديت على المونتاج بتاعها كان في زي بث مباشر من زي تجمع للفانز بتوع لعبه وور فريم اسمه تينوكون، بتعمل كل سنه وبيتم الاعلان من خلاله عن الوضع بتاع اللعبه في المستقبل وايه الابديتس اللي هيقدموها. والحقيقه انا اتفاجئت اكتر من السنه اللي فاتت بمستوى اللي هم عرضوه السنه دي. وور فريم الوضع الحالي بتاعها مش مجرد انها لعبه بيضاف لها محتوى وخلاص، اللعبه بيضاف لها محتوى وبتتطور اكتر مع الوقت، لان في اضافه لمنطقه عالم مفتوح جديده في اللعبه هتكون موجوده على كوكب الزهره او فينوس. وكانت مفاجاه الصراحه، حاجه ممكن تعتبر زي جيم مود او مجموعه مهمات هتتوفر في اللعبه اسمها ريل جاك، من خلالها ممكن اربع اشخاص تقريبا مع بعض يقدروا ان هم يتحكموا في سفينه من ناحيه كذا حاجه، من اداره بقى موارد الطاقه بتاعتها او اداره الاسلحه او سواقه السفينه دي في الفضاء، وفي من خلالها هجوم على سفن فضائيه عملاقه. والجو ده الموضوع بيفكرني شويه مثلا بحاجه زي ستار تريك او بعض اللحظات اللي كان فيها اكشن تخص ميلينيوم فالكون في الافلام بتاعت ستار وورز. الموضوع كان الصراحه مبهر جدا، التطور اللي بيحصل طول الوقت اللعبه زي وور فريم، على الرغم ان انا ما بلعبهاش وعندي نيم بعد اللي انا شفته ده ان انا احاول ان انا العبها، بس فعلا حاجه مبهره جدا وتحترم بشده ان لعبه مجانيه بتتطور بالشكل ده، والسياسات الماديه بتاعتها على حسب ما انا بسمع انها عادله بشكل كبير جدا. طبعا في حاجات تانية هم اعلنوا عنها، ان اللعبه كمان هتنزل للنينتندو سويتش. تقريبا معظم الالعاب المجانيه بتنزل للسويتش في الوقت الحالي، دي حاجه كويسه جدا لصالح الجهاز. وتقريبا كل الابديتس اللي هم اتكلموا عنها دي هتكون موجوده في فتره الخريف اللي هو مثلا شهر سبتمبر او شهر نوفمبر اللي جاي. الخبر اللي جاي ده ممكن يسعد الناس اللي كانت بتحب بعض الالعاب الاستراتيجيه القديمه ومنها لعبه كوماندوز. كوماندوز من الالعاب الصراحه اللي خلاص ممكن نقول انها تعتبر ماتت، ما عدناش بنشوف منها اجزاء جديده من بعد الجزء فيرست بيرسون اللي ما كانش قد كده خالص ده. ولكن في الوقت الحالي حقوق انتاج اللعبه راحت لاستوديو اسمه كاليبسو، والاستوديو ده مسؤول عن انتاج لعبه استراتيجيه اسمها تروبيكو او تروبيكو، مش متاكد الصراحه قوي من الاسم اللي انا ما لعبتهاش خالص، واكدوا ان هم شغالين على تطوير جزء جديد للسلسله. انا شخصيا ما اعرفش ايه نظام الالعاب بتاعت استوديو كاليبسو، بس حاجه زي كده هتسعد ناس كتير جدا، لان بصراحه من ضمن الالعاب الاستراتيجيه اللي انا نفسي انها ترجع تاني حاجه زي كوماندوز، وانا يعني ممكن اكون عوضتها في الفتره اللي فاتت بحاجه زي اكس كوم، بس الواحد عاوز حاجه تكون ريل تايم. واخيرا لعبه مونستر هانتر اعلنوا خلاص عن ميعاد نزول اللعبه على البي سي، هتنزل في شهر اغسطس اللي جاي يوم 9 بالتحديد. دي حاجة يعني هتكون من خلال اجابة ليكم على امتى من الممكن اقدم ريفيو بتاع اللعبة. لديكم عرفتوا اللعبة تنزل يوم 9 اغسطس اللي جاي، ودي هتكون فرصة ليا ان انا اجرب اللعبة على البي سي، لان انا مأجلها ان انا عاوز العبها على البي سي الصراحة. ومع الاعلان عن حاجة زي كده اكيد طبعا في اعلان عن متطلبات تشغيل اللعبة، لو اي حد عاوز يشوفها هيلاقي اللينك موجود في الديسكريبشن. وبشكل مفاجئ وغير متوقع تماما، لعبة دارك سايدر 3 هتنزل السنة دي يوم 27 نوفمبر اللي جاي. كلنا كنا متوقعين ان ممكن اللعبة دي تنزل في خلال السنة اللي جاية، لان احنا على اخر السنة اللي فاتت شفناها لسه في مرحلة تحت التطوير، لسه ما شفناش منها اي حاجة، وبعد كده فجأة مرة واحدة قالوا لنا ان اللعبة هتنزل يوم 27 نوفمبر اللي جاي. من خلال موقع اي جي ان في عرض بعض الجيم بلايز اللي نزلت للعبة. الجيم بلاي الاولاني الصراحة كان محبط جدا، انا شايف ان هو ما كانش مقدم اي جديد عن اللي احنا شفناه
من سنة، والجيم بلاي التاني الحقيقة يعني نفس النظام اللي انا كنت بشوفه في الاجزاء اللي فاتت، ده بالاضافة ان في بازل منقول من الجزء الاول او الجزء التاني زي ما هو بالنص بتاع السيوف لو اي حد كان فاكره. فبصراحة لحد دلوقتي وضع بتاع لعبة زي دارك سايدر 3 بالنسبة لي مقلق شوية. نستنى نشوف بقى جيمز كوم هيقدموا ايه، ده غير ان ميعاد نزول اللعبة المفاجئ واللي هو يعتبر بعد كام شهر، بعد 3 شهور تقريبا، ده برضو يخليني اقول هو اللعبة لحقت تتطور. ولو اي حد فيكم ما يعرفش المعلومة دي، في فيلم في الوقت الحالي بيتم انتاجه للعبة ميتال جير سوليد، ومخرج الفيلم هو جوردن فوكت روبرتس واللي هو عمل فيلم كونج سكال ايلاند الاخراني. مفروض ان في الوقت الحالي في طبعا احتفالية بالذكرى رقم 31 لنزول اول جزء من سلسلة ميتال جير سوليد، ومخرج الفيلم كان اكتر واحد احتفاله ممكن يكون مميز بالذكرى دي، ان هو نشر رسومات فنية، تقريبا دي رسومات فنية ليها علاقة بالفيلم. وزي ما انتم شايفين قدامكم الرسمة الاولانية ظهر فيها ميتال جير ريكس اللي كانت موجودة في ميتال جير سوليد 1، والرسمة التانية ظهر فيها جراي فوكس ضد الميكاز اللي كانت موجودة في الجزء الرابع اللي اسمهم الجيكوز. ولحد دلوقتي تقريبا دي زي ما قلت لكم ممكن تكون رسومات فنية للفيلم اللي هو شغال عليه، وقال ان هو قريب ممكن يتكلم اكتر عن التفاصيل اللي تخص الفيلم ده، واعتذر عن طول مدة انتظار الناس لان هو يتكلم عن الفيلم ويدي تفاصيل اكتر عنه. ومن ضمن الالعاب اللي كان تم الاعلان عنها في E3 وكانت من اهم الاعلانات اللي اتكلمت عنها بساس ده بس ما كانش في اي جيم بلاي منها، هو الجزء الثاني من لعبة دوم اللي هو دوم ايترنال. وقالوا اكدوا ان يوم 10 اغسطس اللي جاي هيكون فيه عرض الاول جيم بلاي من اللعبة، تقريبا يوم 10 اغسطس ده هيكون المعرض بتاعهم السنوي اللي هو اسمه كويك كون. والمفروض ان لعبة كود فين كانت المفروض انها تنزل في شهر سبتمبر اللي جاي، بس بانداي ناموكو الناشر بتاع اللعبة اعلنوا ان اللعبة هتنزل في خلال سنة 2019، وده كان تراجع سريع شوية لان هما تقريبا في اقل من شهر تراجعوا عن ميعاد النزول اللي هم حددوه. وقالوا بسبب حاجة زي كده ان من خلال انطباعات الناس عن اللي عرضوه في E3 الديمو اللي كان متاح للناس للتجربة، واللي في معرض تاني كان بعد E3 اسمه انيمي كون تقريبا، في اراء اتجمعت من الناس شايفين بسببها ان اللعبة محتاجة وقت شوية في عملية التطوير وانها تبقى احسن. بعد كده بالنسبة للعبة باتل فيلد 5، الصورة اللي قدامكم دي هتكون عبارة عن تسريب ظهر تقريبا من القوائم بتاعت اللعبة وقوائم لسه تحت التطوير لعدد الخرائط اللي احنا ممكن نشوفها في اللعبة. طبعا في اسامي متكررة حسب الجيم مودز بس العدد في الاخر هيكون تقريبا 10. واضافة لحاجة زي كده اشاعة في الفترة اللي فاتت ان عدد الجيم مودز هيكونوا 8 في اللعبة، كده 10 خرائط 8 جيم مودز، ناقصنا ان احنا نعرف كام سلاح موجودين في اللعبة وكام فيكل عشان نبقى مطمنين شوية على المحتوى بتاع اللعبة. وعموما للناس بقى اللي عاوزة تجرب اللعبة قبل ما تنزل في شهر سبتمبر اللي جاي هيكون في الاوبن بيتا بتاعت اللعبة، هتكون بيتا مفتوحة لكل الناس ان هم يجربوها زي البيتا اللي كانت نزلت قبل كده لباتل فيلد 1. وعلى سيرة موضوع البيتا برضو لعبة بلاك اوبس 4 في تحديد لمواعيد بداية البيتا بتاعتها على اكتر من جهاز، طبعا في كذا معاد وفي اجهزه تاخد البيتا بدري زي بلاي ستيشن 4. لو اي حد عاوز يعرف المواعيد دي بالظبط هيلاقي اللينك موجود في الديسكربشن، بس مواعيد البيتا كلها هتكون في بدايه شهر اغسطس اللي جاي. وفي تصريحات طلعت من مدير شركه تيك 2 اللي هي الشركه الام روكستار، والتصريحات دي تخص لعبه ريد ديد ريدمشن 2 ونيتهم في التعامل مع اللعبه دي ومن ناحيه النظام اللي احنا دايما بنسميه اللي هو جيم از ا سيرفيس او النظام الخدمي. مدير الشركه في مقابله معاه قال ان هو شايف ان من الغلط من الوقت الحالي ان اي شركه مثلا تفكر في حته تقديم اللعبه بتاعتها بشكل خدمي قبل ما تنزل، المفروض ان يكون في محتوى او في حاجه معينه هما بيستهدفوا نزولها في اول يوم يشتغلوا اكتر على ان هم يقدموها بشكل كويس، وبعد كده يفكروا اكتر مع الوقت ايه اللي هم ممكن يقدموه للعبه دي بحيث انها تتحول لحاجه خدميه. وتركيزهم في الوقت الحالي هو على جانب السنجل بلاير وتقديم القصه بتاعت اللعبه نفسها، وبالاضافه للمحتوى اللي هو يخص المالتي بلاير بالشكل اللي هو المعتاد من الالعاب اللي كانت بتنزل زمان. واستوديو بايوير تقريبا مشي منه واحد من اقدم المصممين اللي كانوا شغالين فيه وهو جيمس اولن. جيمس اولن كان المفروض ان هو شغال على اقدم العاب هم قدموها زي بولدرز جيت، كان شغال مصمم بالتحديد للجيم بلاي، طبعا دوره ده كان مهم جدا بالنسبه لالعاب ثانيه، وكان مؤخرا ماسك لعبه زي ستار وورز اولد ريبابليك اللي هي اللعبه الام ام ار بي جي واشتغل عليها لفتره طويله. في الفتره اللي فاتت هو قدم استقالته من الاستوديو وقال ان هو عاوز يبتدي يشتغل على مشاريع ممكن تكون صغيره، تحديد ان هو عاوز يشتغل على مشاريع سورس بوكس للعبه بين ان بيبر ار بي جي معروفه بشده طبعا وهي دانجن اند دراجونز. فبالشكل ده تقريبا الاستوديو زي باي وير ما تبقاش منه الا كيسي هاتسون
اللي هو المدير بتاع الاستوديو. معظم الناس اللي موجودين في الاستوديو في الوقت الحالي اعتقد ان هم ناس جداد، الناس القديمه اللي اسست الاستوديو كلهم كده يعتبروا مشيوا. وشركه ايبك جيمز اعلنوا عن حاجه ممكن تكون مهمه جدا بالنسبه للمحرك الخاص بيهم اللي هو انريل انجن في الفتره اللي فاتت. عشان الناس تبقى فاهمه كويس، المحرك ده كان متوفر بشكل مجاني، بس لو انت هتعمل لعبه من خلاله وهيكون ليك مكسب من اللعبه دي هتضطر انك انت تدفع زي ممكن نقول زي حصه من مكسبك لايبك جيمز. دي حاجه موجوده في كل المحركات المجانيه زي يونيتي او كراي انجن. ايبك جيمز قالوا بقى ان هما هيقللوا نسبتهم في الفتره اللي جايه من 30% ل 12%. ايه سبب حاجه زي كده؟ ان هما شايفين ان هما خلاص بقى بيكسبوا فلوس كتيره جدا من لعبه زي فورتنايت والوضع المالي بقى كافي بالنسبه لهم، فيتجهوا ان هما يقللوا شويه من حصتهم من اي عمليه تطوير لاي لعبه بتتم بالمحرك بتاعهم. في مقابله اتعملت مع مخرج لعبه ديد سبيس 3 في الفتره اللي فاتت من خلال مواقع يورو جيمر، اتكلم فيها عن حاجه تخص ديد سبيس 4. هم كانوا شغالين عليها بالفعل، كانوا حاطين الافكار الاساسيه بتاعت اللعبه، في كلام كتير جدا هو اتكلم عنه، بس من الواضح ان احنا كنا هنكون قدام لعبه مميزه شويه من ناحيه الجيم بلاي بتاعها، انها تحاول تبقى شبه خطيه، وده عكس النظام اللي احنا كنا شفناه في الاجزاء الثلاثه الاولانيين. وبعد كده اللعبه هتعتمد على البقاء على قائد الحياه اكتر من الجزء الثالث، واللعبه ذات نفسها تطويرها ما كملش بسبب ان هم ما كانواش راضيين بعمليه انك انت بتبيع تقريبا 4 مليون نسخه بس وخلاص على كده. واخر خبر هنتكلم عنه هو بخصوص لعبه ذا لاست اوف اس 2. في ناس كتير سالت هل نوتي دوج هيرجعوا بقى للنظام اللي هم كانوا بيقدموه في الالعاب اللي فاتت منهم، وجود اي اي كومبانيون معاك بيساعدك في المهمات وكده. هم اكدوا انه في حاجه زي كده، بس هم ما رضوش يحددوا بالظبط مين الشخصيه الجانبيه اللي هتكون مساعده ليك طول اللعبه. لكن هم طبعا اتكلموا عن حته ان في لعبه منافسه ليهم في الوقت الحالي قدمت حاجه زي كده بشكل مميز جدا، وهي جاد اوف وور الاخيره، وقالوا ان هم عاوزين يقدموا حاجه زي كده بشكل يكون متفوق على جاد اوف وور. فلما نشوف يعني، انتم محتاجين الذكاء الاصطناعي بتاع الكومبانيونز يكون مظبوط شويه، ما يقعدوش يجروا ياخدوها عدو سريع قدام الكليكرز ويبوظوا الاندماج في الجيم بلاي بتاع اللعبه. بس دي كانت كل الاخبار اللي تخص الحلقه دي. لو انتوا عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر كالعاده هتلاقوا كل اللينكس موجوده في الديسكربشن. اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم، ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد.